بيكم أعزائنا مشاهدين حلقة جديدة وتصالحوا مع الله. في مؤتمر عن العلاقة والتواصل ما بين الآباء والأبناء كان في سؤال بيتكرر كتير جدا، وطلبة صلاة وصلت لنا بشكل برضو كبير. الآباء والأمهات اللي أبنائهم بقوا في سن الارتباط عندهم مشكلة: أنا نفسي قوي إنه ابني وبنتي يرتبطوا بولاد ربنا بجد، وأنا شايف إنه دي حاجة صعبة جدا في الأيام دي. اسمحوا لي ارحب بضيفنا مهندس أفف استدراك. اهلا بحضرتك يا باشمهندس. اهلا وسهلا. وارحب كمان بمدام هاله معانا في الاستوديو. اهلا بيكي يا هاله. اهلا وسهلا. هاله انت كنت معانا في المؤتمر، واعتقد انت كنت لامسه معايا انه دي فعلا مشكله عند اباء وامهات كتير. ممكن تحكي لنا انا وباشمهندس عن الموضوع ده اكتر؟ انا فعلا قعدت مع اكتر من ام، وكانت واحده فيهم مثلا بتقول لي انه ابنها خلاص بيفكر في الارتباط، وهي خايفه جدا ومرعوبه لانه الوقت اللي فات شافت انه زواجات كتيره قوي بتفشل. يعني بقى انه نشوف الواحد في الوقت اللي احنا فيه ده زواج ناجح، دي بقت حاجه صعبه. بتقول مثلا ابن اختها اتعثر جدا في ارتباطه، وكان ارتبط اي نعم بواحده قال كفايه انها تكون كويسه وسلوكياتها كويسه وبنت من ناس طيبين، لكن بعد الارتباط اكتشفوا انه الاولويات مختلفه قوي، طريقه التفكير مختلفه جدا. لما بيجي حاجه مثلا عشان يتخذ فيها قرار بتبقى طريقتهم في اتخاذ القرارات مختلفه، فابتدت يحصل تصادمات في حاجات كتير، وناس تانية حواليها مثلا ولاد أصحابها بنات أصحابها. واللي بيتقال دلوقتي إنه طب ألاقي فين بنت أو ابن ربنا أضمن إنه حياتي معاه تكون كويسة؟ يعني دي حاجة بقت نادرة. طيب المشكلة دي أعتقد مشكلة كبيرة، إن كانوا بيعانوا منها شوية الشباب ساعات، بس الأم بقى بقلبها بتبقى قلقانة قوي، شايفه انه ابنها وبنتها دول اولاد ربنا، تعبت معاهم وفرحانه بانهم فعلا بينتموا لله بجد، وخايفه ارتباطهم يرتبطوا بحد بعيد عن الله وتبقى الدنيا بتبوظ. تمام، بس خليني اكد الاول انه فعلا يعني مخاوف الام دي في محلها او الاب ده في محله. احنا لينا ان احنا نكون منتبهين ان اولادنا نصلي ونتحرك ونهتم بأنهم يرتبطوا بأولاد ربنا، لأن الكتاب بيقول بمنتهى الوضوح كده: لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أي خلطة للبر والإثم، أي شركة للنور مع الظلمة. الكتاب بيتكلم بوضوح، ابن ربنا بيبقى الله هو نمرة واحد في حياته، اللي مش ابن ربنا ممكن نفسه تبقى نمرة واحد، ذاته تبقى نمرة واحد، طلباته نمرة واحد. فلو الأولوية اختلفت إزاي نتحد ونبقى جسد واحد وشخص واحد ونعيش مع بعض؟ دي حاجة صعبة. يعني صعب. إنه الواحد يحكم على حد بيتعرف عليه يعني ربنا المرة واحد، دي حاجة سهلة يعني تتعرف إزاي؟ بس إحنا الأول متفقين إن دي نقطة أساسية، وده فرق ممكن يكون بيسبب مشاكل كبيرة. إزاي أعرف كده؟ ده شيء مهم، زي ما أنا قبل أي ارتباط في فترة تعارف. أمال إيه؟ هو أنا بروح أرتبط كده ابني يرتبط من غير ما يعرف الشخص اللي قصاده ده مين؟ دي نقطة مهمة من ضمن النقط الكتير اللي يهمنا ان احنا نتعرف عليها. كمان مش ابن ربنا بس، ابن ربنا وفي توافق ولا لا؟ وده انا محتاج ان انا اساعد ابني، ودلوقتي الكنيسة عاملة فصول المشورة عشان يهتموا بنقطة زي دي، وانا محتاج ان انا برضو ابني ولا بنتي افهمه خطورة النقطة دي، لانه احيانا بيبقى في اندفاع شوية: ما تفرقش يا ماما، او بكرة عندها تقرب استعداد، او عندها استعداد ويمكن بكرة تقرب من ربنا ويعلم احسن من غيرها بكتير. احيانا الولد او البنت نتيجة انجذاب عاطفي بيقبل، وانا اخد بالي اني ممكن لو ما قلتش النصيحة المناسبة في الوقت المناسب ان يحصل ايه؟ اندفاع عاطفي وهكذا. فلازم الدنيا تبقى واضحة. طيب انا عايزة ارجع تاني، حضرتك قلت انه ابن ربنا بيبقى الله نمرة واحد في حياته. بالظبط. بس يعني احنا تحت الضعف، يعني برضو الله نمرة واحد دي سواء بالخدعة او مش بالخدعة. يعني في ناس بتبقى فاكرة كده: اه طبعا احنا لينا غير ربنا، وده ربنا اول حاجة واول حد نفكر فيه ونلجأ له، فححكم برضو ازاي؟ المواقف بتقول كل حاجة. رب المجد يسوع ساعدنا وقال لنا: من ثمارهم تعرفونهم. مش عشان نحكم على الناس، يعني واحد بيقول يعني انا ادين واحدة ليه؟ انت مش بالدين، انت بتشوف انك ترتبط بانسانه او تدرس الموقف. مفيش ادانه في الموضوع. ادانه لما تقول يا دي وحشه،
اقول له لا ده انسان مش كويس تدينه، لا انت بتدرس الانسان اللي قصادك او الشخص اللي قصادك اذا كان متقدم، بتشوف لما بيتحرك وياخد قراراته ويعيش حياته مين نمره واحد، مين اللي بيرجع له، مين الكبير اللي في حياته، مين اللي مسنود عليه بجد، مين اساس حياته، مين الصخره اللي مبني عليه. مش شرط ابقى زي القديسين العظام وكل حياتي 100%، ومش شرط في الجانب التاني انا عايش بذاتي وذاتي تملك على حياتي وماشي ورا دماغي وماشي ورا افكاري او ماشي ورا افكار الناس او ماشي ورا كلام الغير، لا مين الكبير اللي انا عايش عشانه. الشيء بيبقى مهم، حياتي فيها تغيير، حياتي فيها تطوير، ليا كل يوم علاقه بالله مش مجرد صلاه وصوم وتناول واعتراف، علاقه حقيقيه بالله، ليا وقت بتكلم مع الله فيه وبنتظر من الله كمان انه يحمس داخل قلبي ويقودني زي ما الروح القدس بيقول كده ان كل الذين ينقضون بالله اولئك هم ابناء الله اهو. في امور كتابيه بتوضح لنا ده موضوع مهم طبعا. طيب انا عندي سؤال تاني وممكن يكون يعني جانبي شويه في الموضوع، الامهات احيانا مش بس بيبقوا خايفين انه مثلا انه انا بنتي او ابني يرتبطوا باولاد الله، لكن في مخاوف موجوده عند الاباء وعند الابناء انه عددهم قليل شوي. صح، وفي صعوبه موضوع العدد ده وبقى مشكله. صح، والوقت بيعدي حضرتك عارف طبعا بالذات لو بنت. بالظبط، فبتبقى الام ما بين نارين، يعني نفسها وشايفه انه صح. افضل حاجه انه بنتها ترتبط بحد ابن ربنا فعلا، وفي نفس الوقت العداد عمال بيعد. الغريب ان لما بقعد مع الولاد عشان موضوع الارتباط بسمع الاجابه دي، يا انكل هم فين؟ عجب بقى لما اقعد مع البنات يقولوا لي نفس الاجابه، هم فين؟ محتاجين حد ايه؟ طب ايه نعمل ايه؟ يوصل ده بده. خلينا نشوف مشكله زي دي حصلت في الكتاب المقدس وازاي ربنا اتعامل مع الاباء، وازاي احيانا انا كاب او كام بيبقى لي دور سلبي في ان ابني ما يرتبطش ارتباط كويس او ارتبط بحد مش ابن ربنا. خليني احكي قصه، اب وام مباركين جدا وكان عندهم ولدين، واحد منهم ارتبط ببنات او ببنت من العالم، وقف الاب والام بقى في موقف حرج جدا، هيعملوا ايه؟ طبعا عارفين قصه ابونا اسحاق وامنا رفقه، ابنهم الكبير عيسو ارتبط ببنات مش ولاد ربنا. يقول الكتاب المقدس ولما كان عيسو ابن 40 سنة اتخذ زوجه يهوديت ابنه بيري الحسي وبسمة ابنة أيلون الحسي، دول من شعوب الأرض، فكانتا مرارة نفس الإسحاق ورفقة مش بس لعيسو، ويمكن ساعدوا أكتر وأكتر أن عيسو يبعد عن بنويته لله. يعني المفسرين والشراح بيروا أن هذه الزيجة أصلا خدت عيسو، هو يعني عيسو ما كانش قريب جدا لكن كان ابن لهؤلاء القديسين، لكن ابتدت الزواجات اللي مش من أولاد الله تسحب زي ما بيقول كده، رأوا أبناء الله إن بنات الناس إنهن حسنات فاتخذنا لهن، وكانت النتيجة إيه؟ الله غضب على شعبه وغضب على العالم كله، ابتدوا يتسحبوا. يشوفي فكانت مرارة نفس لإسحاق ورفقة مش بس لابنهم. وقالت رفقة لإسحاق مللت حياتي من أجل بنات حث. شوف وصلت لقد إيه؟ إن كان يعقوب ده ابنها الثاني يأخذ زوجة من بنات حث مثل هؤلاء من بنات الأرض فماذا لي حياة؟ ماذا لي حياة يعني إيه؟ يعني أنا عايشة ليه؟ ده المتحسن. شوفي وصل الأمر، ما شايفة ابنها عمال إيه؟ يتسحب ويبعد عن ربنا، يتسحب ويبعد عن ربنا، ودول مراته هتقول له إيه؟ ابعد عن مراتك، سيب مراتك. فواقفة في مرار وشايفة ابنها بيضيع، وشايفة ابنها بيتشد، وشايفة ابنها بيضيع وأبديته ممكن تضيع، وهي واقفه مش عارفه تعمل حاجه، ودي مراته هتعمل ايه؟ مراره نفس. شوف التعبير، فكانت مراره نفس لاسحاق ورفقه، مش رفقه بس، وصلت رفقه في الاخر طب انا اعيش ليه؟ ايه اللي عمله بقى؟ موقف العظيم. ايه الاول اللي سبب المشكله؟ انه عيسو ما ارتبطش ببنات، زمان بنات الله كانوا في عائله ابونا ابراهيم اللي كانت منها رفقه زي ما احنا عارفين. طيب ما احنا عارفين ابونا اسحاق كيف أرسل لها الله زوجة من بنات الله، عارفين القصة. أيوة. عائلة الله أرسل كبير الخدم أبونا إبراهيم وأتى بزوجة. طب يا رفقة ويا أبونا إسحاق ما عملتوش كده مع عيسو ليه؟ سؤال حائر، سؤال حائر، مش عارفين الإجابة.
بس لما نشوف الموقف اللي حصل يمكن يدينا فكرة. طيب أنا كأم وأنا كأب هعمل إيه؟ دخل أبونا إسحاق ودخلت أمنا رفقة لمقابلة مع الله، وفي المقابلة دي أعلن ليهم الله القدير اللي يقدر يحامي على يعقوب في المخاطر اللي جاية بقى. القرار اللي هياخدوه، القرار اللي هياخدوه إيه؟ يعقوب هيسافر. طب والسفر زمان كان حاجة سهلة؟ أنت عارفة أن أمنا رفقة كانت متعاطفة جدا مع أبونا يعقوب، وأبونا إسحاق بعد ما عرف أن ابنه هو أصبح البكر هو حامل البركة وهيجي من نسله المسيح تعاطف كمان معه، فأصبح ده الابن الإيه؟ قرة العين والوحيد والأمل في أن يجي نسل المسيح، لأن خلاص عيسو خرج من الجنة. طب نبعته يسافر مئات الكيلومترات؟ طب مش متعرض لحاجة؟ طب مش ممكن عيسو ينتهز الفرصة دي؟ بقى معلومة كانت تعرفها مين؟ رفقة. هو كان مكسوف من أبوه في الدرة كده يطلع زي مخوات ينتقم منه، زي مخوات يوسف في الخلا كده، كانوا عايزين يقتلوه. طب أنا عارفة لبان أخويا وعارفة قد إيه الفلوس والمكر، هتطمن على ابني عنده؟ طيب ابني حبيبي اللي أنا محوطة عليه واللي في حضني وبخاف عليه من كل حاجة، أسيبه كده لوحده؟ طب هو هيروح هناك هيعرف يوصل؟ طب هو هينجح؟ طب مش ممكن يستغلوه؟ مش ممكن العيلة اللي هناك تاخده ويروح؟ طب يا ترى هيرجع لي تاني وأكون عايشة؟ أفكار طبعا كتير جدا مقلقة ومحتاجة، كانت محتاجة هذا الإعلان، كانت محتاجة لله القدير اللي يشجعني أحط ابني مرة تاني في التوقيت ده على المسبح. هو حلو بس الواحد مش فاهم يعني هو يعمل ايه دلوقتي. اما اتكلمنا المره اللي فاتت على حط ابنك على المذبح كان في اسئله كتير لو تفتكر جات لنا، اهو ده تعبير او يعني حاجه عمل، يعني ايه احطه على المذبح؟ يعني اثق انه في يد القدير مش في ايدي انا، ما انا الاب والام احنا كلنا والدين وعارفين، خايف على ابني ويحصل له كذا، يعني يا حبيبي مش ممكن اسيبك تتعرض لكده، والواحد نفسه يموت روحه عشان ولاده، بس هو من غير ما يقصد مدفدف ولامم ومسيطر على الأحداث وخانقهم، مش قادر أفك إيدي وأسيبه في يد القدير. فاهم قصدي؟ حاسين بقى حطت يعني كأنهم حطوا برضو يعقوب على المذبح زي ما إسحاق قبل كده اتحط على المذبح، خلاص أيها الإله القدير هحطه في إيدك. هيسافر مغامرة في رأيي أنا إنها خطيرة جدا، ولكن في إعلان عن الله القدير مقبولة جدا. تعالي أقرأ الكتاب المقدس، يمكن بلك فدع إسحاق يعقوب وبركه وأوصاه قائلا لا تأخذ زوجة من بنات كنعان، قم اذهب إلى فدان أرام إلى بيت بتوئيل أبي أمك وخذ لنفسك زوجة من هناك من بنات لبان أخي أمك، والله القدير. هو ده اللي حصل، هم قعدوا أكيد مع بعض وقال لهم هذا الإله القدير اللي هيحفظ، والله القدير يباركك ويجعلك مثمرا ويكسرك فتكون جمهورا من الأمم. وقد كان. يعني أفهم من كلام حضرتك أنه لو أم زي دي أو أمهات كتير القلقانين على أولادهم، أول سكة عشان أضمن ارتباط ابني أني أحطه من جديد وأحط أمر ارتباطه في يد الله القدير. أمين. بحسب إعلان الله ليا، وأنا محتاج للإعلان ده من حين لآخر. بحسب إعلان الله ليا. أيوة، لأن الواحد بيبقى أساسا في منتهى التوتر. صح. والأم بتبقى متوترة يعني زي الولاد وأكتر أكتر، ويمكن توترها يخليها تحاول أنها تصلح الأمور لدرجة أنها تبوظ الأمور. طيب إحنا خلينا نكمل نفس القصة الشيقة دي بس أستاذن حضرتك بعد الفاصل. أعزائنا المشاهدين خليكم معنا بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل وبنكمل حلقتنا. كنت عايزة أسأل حتة إنها محوطة وتشيل إيديها، يعني أنا مش عارفة أفهمها قوي، يعني هل مجرد إنه أشوف الله القدير ويبقى عندي بس إيمان إنه، ولا يعني في حاجة عملية أكتر؟ خليني الأول أشوف يعني إيه محوطة، لأن دي أحيانا أنا كأم مخاوفي أو كأب مخاوفي بتخليني أحوط على أولادي وأحاول حمايتهم أكتر من لازم، لدرجة ان انا احوط عليهم، لا ابني ما يتحركش لوحده هنا مثلا، لا اوعى يسافر، لا يروح فين، لا ده رجلي على رجله، لا ده مش ممكن، لا ده انا خايف عليه لحسن يحصل له كذا. احيانا كل ده بيعمل زي ما يكون نوع من انواع التحويط على ابني، مش قادر يتحرك بحرية،
مش قادر يتحرك خطوة حرة، مش قادر يبعد في يد الله بشكل مستقل طول ما أنا ماسكه، طول ما أنا ضمم عليه. يعني أنا دوري مثلا أصلي وأبقى واقف كده في ظهره أدي كلمات إيمان وخليه هو يتحرك؟ لا، دوري إيه ده هيتضح، بس خليني الأول أقول إيه النقطة السلبية اللي أنا عاملها عشان أخد بالي إنها لازم تتغير. التحضينة دي ما كانش ممكن أبدا لولا الظروف اللي حصلت، إن يمكن موافقة رفقة إن ابنها الصغير يسافر في المغامرة اللي قلناها دي. بس خليني تشوفي البركات اللي حصلت عليها بعد ما حطوا ابنهم على المسبح، قد إيه أبونا يعقوب اتبارك كتير وتوفق في جوازه. ولما نشوف الخطوة اللي خدها هنعرف إنه معرفش ياخدها وهو في أحضان والديه وفي التحويطة اللي كانت عليهم. ممكن ساعتها اسأليني السؤال ده، بس إيه يعني أنتوا معايا في الموقف؟ فقصة جميلة قوي، والأم كانت في الوقت ده لو نقدر نشوف من ضمن الحاجات اللي بتبين إن رفقة كانت محوطة وأبونا يعقوب في إيديها. لما مثلا قال لها إيه؟ قال لها ده أنا ممكن تجيني لعنة بدل بركة. ردت قالت له إيه؟ فقالت له أمه لعنتك علي يا ابني، اسمع لقولي فقط واذهب. شوف أنت حسيتي بقى بسمعها من أمهات، يا ماما ده كده غلط، ما تخافش يا حبيبي خطيتك علي، خطيتك علي. أنت شايفة أدي الله أهو وادي ابنه هو انا داخل في النص واخد المشهد بينه وبيني، وكاني انا مستأمن نفسي بس على اولادي، مش قادر احطه في يد الله. طب الله وعد انه هيجيب له بركه من الاول، سلميه في يد الله بدل الطرق الملتويه اللي دفع ثمنها. والكلمه اللي انت قلتيها لعنتك عليا، بعض الشراح بيقولوا ده السبب ان رفقه ماتت بدري. انتوا عارفين ان رفقه اللي كان متوقع ان اسحاق كبير وهيموت بدري هي اللي ماتت قبله. خلي بالنا كأمهات واباء ما نستخفش بامور السماء، لعنتك عليا يا ابني اهو كلمتين، خطيتك عليا يا ابني. مش كده يعني، يعني يعني ده درس برضو جانبي ناخد بالنا. فالتحضينه والخوف على انه يتحرك بعيد عن ايدي سيطره وسجن وسكنه. شوف بقى بسرعه كده الرحله الجميله اللي عاش فيها ابونا يعقوب. مشي، وده كان زي بقولك مخاطر متعددة وقرار جميل، هنشوف ازاي خدوه، بس ده قرار هنشوف نتائجه. احنا عارفين انه رأى سلم والله ظهر له بعد ما اتحرك من بيت أبوه. بعد ما اتحرك، طب ليه الله ما ظهرلوش قبل كده؟ سؤال. ولما ظهر له الله قال ايه يعرفك هو كان ايه؟ خلي بالك هو ذا الرب وقف عليه فقال انا الرب اله ابراهيم ابيك واسحاق. الله، هو ده يشير ان قبل كده ما كانش فيه علاقة قوية ما بين يعقوب وما بين الله لما لسه بيعرفه بنفسه. الله، شوفي الكلام بقى. فاستيقظ يعقوب من نومه وقال حقا ان الرب في هذا المكان وانا لم اعلم. الله، بعد كده يقول ما هذا الا بيت الله وهذا باب السماء. وبعدين ونظر يعقوب نظرا قائلا ان كان الله حافظ معي وحافظني و و و ورجعت بسلام إلى بيت أبي يكون الرب لي إلها. أمال كان قبل كده إيه؟ أيوة. كانت ماما هي إلهي، كان بابا هو إلهي. التحضينة دي خدت مكانة الله في ولادي، التحضينة دي أثلت الدنيا على ابني إنه يبقى ابن ربنا بجد ومركون على ربنا بجد ووثق في ربنا بجد. يعني أول بركة خدها يعقوب لما خرج من التحضينة دي ويتحط على المسبح، خرج عايش، خرج يتعرف على الله بشكل مباشر، خرج يعرف إله أبيه صح بمعرفة شخصية، وخد قرار أنت اللي هتبقى إلهي. طب قبل كده كان إيه؟ قديسين بعضهم يقولك ده اختبار التكريس، بعض يقولك ده اختبار التسليم، بس وقفة حاسمة في حياة أبونا يعقوب، وبعد كده نجاحات متتالية. على الأقل نقلة كبيرة، نقلة ونقلة مش قليلة. إنه يبقى خلاص ابني لما خرج من إيدي هروح فين؟ أتكل على ماما تقول لي لعنتك عليا، ولا بابا اللي باركني، ولا أبويا السماوي واتركن عليه. في رحلة فيها مغامرة، ولكن مغامرة إيمان بدأت بحط يعقوب على المسبح، ونزل من المسبح زي ما إسحاق قبل كده نزل كيان آخر وكيان آخر. أمين. طب يعني لو إحنا بنكلم مدينة، بنكلم الأم اللي قلقانة على ارتباط ابنها، هنشجع هنقول لها بالزبط. أول حاجة خدي إعلان عن الله القدير، قولي لي رب أعلن لي عن أمين. نفسك أنت أمين. الإله القدير القادر على كل شيء، وأحط ابني على المذبح من جديد وأشيل إيدي بفضلك. وأشيل إيدي، أشيل إيدي شوية بمعنى السيطرة، وزي ما حضرتك قلت عايزة دايما جنبي تحت عينيا، يعني تحت ورا الخوف. ياما بخنق ولادي تحت بند الخوف على طول. أول مراح ما دورش،
ما تعبش ما تلطمش، اول واحده قابلها هي رحيل زوجته على طول. اقرا الكتاب، اول ما راح واذ هو يتكلم بح اذ رحيل اتيه، الاف من البنات في البلد دي ما تطلعش غير واحده هي زوجته، وكان الله بيبعتها كده عشان تقابله. بس خرج من المظله وخرج من السجن وخرج من القفله. انا بشجع نفسي احط ابني على المسبح، وإذا كنت حطيته قبل كده أحطه مرة تانية، أقول له ده ابنك أنت، أنت الإله القدير العظيم، أنا ما أعرفش أعمل حاجة، أنت تعرف تعمل كل حاجة، أنا إيدي مشلولة في كل شيء، وإذا كانت قادرة أنا عرفت أنها لا تستطيع أن تفعل شيء، أعمل كده زي أيوب أقول له قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. خليني أحكي لكم في الآخر كده حكاية لطيفة ويمكن تدينا تطبيقات. أم عظيمة كان بتصلي لبنتها، ولكن يبدو ان كان في شيء من العلاقة بينهم، فكان شوية ايه الام كانش تقصد، بس انها كانت مريضة بمرض تصارع معه مع الموت، وبنتها كان عندها حوالي 27 سنة لما مامتها انتقلت، هو الكبير اتجوز واختها الصغيرة اتجوز، وهي كانت في النص ما اتجوزتش لسه، وماما كانت شوية ايه قلقانة جدا طبعا، قلقانة جدا وفي نفس الوقت ما تقصدش بسبب احتياجها، ومراتها محضنة على البنت شوية، ولكن كان عندها يقين فالله، لكن التحضينة دي كانت يمكن وقفة الدنيا شوية. أحكي لك قصة البنت دي من بقها، بتقول يوم ما ماما انتقلت رحنا الكنيسة، وفي الكنيسة حصل مشهد غريب وعجيب بيبين إزاي الإله القدير في اليوم ده. بتقول أنا خسرت كل مكان في حياتي، ما كانش لي حد تاني، كان لي أمي بس. قعدت في الكنيسة، أخوي بصيت لقيته مراته جنبه، أخذها في حضنه وهي حاطة كتفها على رأسها على كتفه، أختي التانية جوزها مطبطب عليها ومعها البيبي بتدندن عليه، وأنا لوحدي كانت قاعدة على دكة الواحد تقول أنا مش زعلانة منهم، بس فجأة حسيت إني لوحدي قوي قوي قوي، ولكن الله كان محضر لها مفاجأة. بتقول شويتين وعمالين يقولوا تأبين، القصة دي مش في كنيسة ابتدت دي في أمريكا، التأبينات اللي بتتقال مع الانتقال وكده، وفجأة باب الكنيسة اتفتح واتقفل، وجه حد بسرعة جري وقعد جنبها، الزار كان متأخر وقعد جنبها. بتقول كده، عايز اقرا لكم المواقف لانها قصه جميله. بتقول كده قعد جنبها وقعد يتململ، وبعدين بيقول ايه، انحنى للامام وقال لماذا جميعهم يسرون دعوه ميري باسم مارجريت، عمر ما حدش قال عليها مارجريت قبل كده، هي اسمها ميري. فهي بصت له كده، دي امها عارفه اسمها ايه، فهمست قائله لان اسمها مارجريت وليس ميري، فلا احد يدعوها ميري على الاطلاق. دي هي بترد على الشاب الغريب اللي قاعد جنبها. ابتدت تتساءل جواها، بيقول عندها تساءلت لماذا لم يجلس هذا الشخص في أي جانب ويقعد يتعبني بالكلام ده، أنا مش في الوقت ده. هو رد عليها تاني، همس عليها بإصرار عجيب، فإنما حملق فينا كثيرين من الحاضرين، لا هذا ليس صحيحا، اسمها ميري، ميري بيتر. ده هو إيه بيقول، قالت له هذا ليس صحيحا، مين اللي بيقول كده؟ قال أليس هذه كنيسة كذا؟ ففهمت ان هو راح جاي مكان غلط، بيعزي في حته غلط، في الكنيسه مش الكنيسه بتاعت خالته او عمته اللي رايح يعزي فيها. فقالت انا اعتقد انك سيدي في الجنازه الخطا، وهنا اختلط داخلي مهابه الموقف مع ادراكي بخطا هذا الرجل، فاخرج الضحكه مكتومه مني. موقف كوميدي طبعا. فاسرعت اغطي وجهي بكلتا يدي آملة أن يظن الآخرين إنها نحيب، مش ضحكة، ولكن صرير المقعد الجالسة عليه خزلني، اتهزت أكتر. وابتدى موقف محرج قصاد كل الناس، بس هي ضحكت، بتقول أنا ضحكت وتخيلت إن مامتي ضحكت. اليوم ده اتعرفت بالشخص ده، وبعد ما طلعوا من الكنيسة اتعرف بيها وأصبحت زوجته، وكان الله بيبعت لها عريس بطريقة تعبر عن إله قدير. بتقول في وقت ما حسيت إن ما عنديش حاجة خدت كل حاجة، في وقت ما ماما كأنها يعني بشكل فيزيكالي ما بقتش موجودة، جسدين مش موجودة، اللي كانت تقدر تعمل كل حاجة، الله في نفس اليوم وببراعة وبإتقان. بتقول أنا وجوزي لما بيقولونا تعرفتوا إزاي، بتقول خالتي وخالتها عرفونا ببعض. خالتي ومامتها قصدي عرفونا ببعض. بتقول أنا عايشة بقالي 22 سنة مع هذا الإنسان، وبقول إلهي قدير إنه استطاع أن يأتي لي بزوج في الوقت اللي حسيت فيه إني بلا إنسان. أنا بشجع يمكن نفسي وبشجع حضراتكم إن إحنا نفك إيدينا شوية، وإذا كنا زي ما قلنا حطينا ابننا مرة قبل كده على المسبح
نحطه على المسبح. دي خطوة أساسية ومهمة جدا، ونديله فرصة بدري بدري، مش بس نستنى لما يجي في سن الزواج، ونديله فرصة ياخد قرارات وبنتي تاخد قرارات بشكل مستقل. لأن لو أنا وهو عايزين ناخد قرار اختيار زوجة، جايز أنا احتياجاتي وآرائي وأمنياتي غير أمنياته، صعب نلاقي واحدة الاثنين يوافقوا عليه. يعني انا ده اللي كنت عايزه اسال، في انه هشيل ايدي يعني لما يجي مثلا يسال رايي ولا يسال مشورتي، يعني ما اقولش ارائي ولا يعني مجرد اصلي مثلا واقف من ورا ولا؟ لا، هي المشكله ان انا ما عودتوش الاول انه ياخد قرار بشكل منفرد، لان دايما اي ام ذير، انا هنا، انا موجوده، انا يعني ايه زي ما العيال بيقولوا ماما راقده على قلبي طول النهار. فك، ابعد شويه، اديله في سن بدري ان يتخذ قرارات تعبر عن احتياجاته وشخصيته. يعني فرضت انا ابني هيرتبط وانا مكلبش عليه، فانا لما يجي يختار هدور له على زوجه على مزاج انا. طب انا مش انا اللي هتجوز، طب ده هو جايز مزاجه ورغبته واحتياجاته غير مزاجي انا ورغبتي واحتياجاتي. دي نقطه مهمه، الواحد ساعات بيبقى فاكر بقى ان هو بالعيش يعني مش بالخبره وبالسن وكده هيعرف يبقى بيساعد اكتر وينقي اكتر وكده. انا عملت غلطتين، واحد اني كومت عليه، اتنين ما اديتوش فرصه ياخد قرارات بسيطه ويدرسها ويشوفها صح وغلط بسرعه، خوفي عليه، لا ما تعملش، لا الحق، لا بلاش كذا، لا اتصرف كذا، لدرجه انه هياخد القرار مني. طب هيجي في القرار ده بقى هنقي له، طب هو انا اللي هتجوز يا ماما؟ انا هتجوز يا بابا؟ طب انا جايز انت عارفين الارتباط اولويات معينه. أيوة. يعني جايز الميزه اللي عندي انا مش عنده هو. وجايز انا اقول لو البنت دي كذا تبقى ممتازه جدا، مش انا اللي هتجوزها. الام تقول لك ياه دي اهم حاجه كذا، اوعى تعمل كذا. طب اهم حاجه ليكي مش انت اللي هتتجوزي. فاروح انا داخل بقى في المشهد ده مبوظ كل حاجه. عشان كده محتاج روحيا احط ابني على المسبح، اتنين بدري شوية عشان يقدر ياخد قراراته لوحده، واعتبر ان فرصته في انه يغلط فرصة رئيسية في قدرته على اتخاذ قرارات صحيحة. ايوه في الحاجات قبل القرارات الكبيرة. انا خايف انه يغلط. طب ما تخليه يغلط في اختيار شغل ويدرس ويدير حياته. طب ما تخليه يغلط في موضوع صغير مش موضوع كبير. ما تديله فرصة ان هو ياخد قراره وياخد فرصته في اتخاذ القرارات، لانه هيجي ياخد القرار ده ازاي؟ أيوة. وبعد كده مين هيعيش معاه في بيته ياخد له قراراته. إذن ففي بعد روحي عظيم في ان اولادنا يتحطوا على المسبح، واتمنى يكون بدري شويه قبل سن الارتباط سواء ولد او بنت، وان اخرجهم من الكومبينه اللي وراها خوف يتحل بحاجه واحده بس، اعلان الله القدير. امين. احنا بنشكر حضرتك جدا كده، انا حاسه انه فهمنا على الاقل، خدنا الاساس اللي كل ام واب ليهم أولاد في سن الارتباط محتاجين يكونوا متأكدين موجود في حياتهم. أنا ولادي حطاهم على المذبح في يد الله القدير وارتباطهم في إيده. أمين. نشكر حضرتك جدا، بشكرك يا هلا على وجودك معنا. أعزائي المشاهدين، إحنا استلمنا النهاردة مفتاح في إيدينا كأباء وأمهات لأبناء في سن الارتباط. خلونا نتشجع نطلب تاني إعلانات عن الله القدير، نقول يا رب إعلن ليا قدرتك العجيبة، ترتيبك لأمور كتيرة جدا جدا في حياتي وفي حياة ولادي، أقدر بكل سهولة أحطهم على المذبح وأقول لك يا رب دول يخصوك وارتباطهم يخصك أكتر ما يخصني، بديهم الحرية في قرارات صغيرة، برفع إيدي عنهم كتير، يتباركوا جدا من الله القدير. ربنا معاكم. عشان بنحبك منتظرينك، تقول لنا رأيك وإيه اللي يفيدك، هنسمع منك ونصلي لك، لقلوبنا معاك وإيدنا بإيدك.